مرحبا، أنا أدريان وهذه صديقتي ساندرا، أعضاء في فريق من الباحثين المبتدئين في مجال البحث عن الذهب في جمهورية الكونغو. في بادئ الأمر اقتنينا جهاز UIG Gold Digger من شركة UIG Detectors في تركيا إسطنبول. قمنا باستخدام الجهاز لعدة أيام دون أن نجد أي أثار للذهب في منطقتنا. بعد ذلك قمنا بالاتصال بشركة UIG Detectors حيث أخبرناهم أن الجهاز لا يكتشف أي ذهب. طلبوا منا أن يقوم أحد المهندسين في الشركة بمراجعة دليل المستخدم بعناية لضمان استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة. بعد قراءتنا الدقيقة لدليل المستخدم أخبرناهم أننا لا نزال لا نجد الذهب. أجابوا بأنه من الممكن أن يكون لا يوجد ذهب في المنطقة التي كنا نبحث فيها. قررنا بمشورة الشركة الانتقال إلى منطقة جديدة لاستكشاف الذهب. اتفقنا أيضاً على تصوير وتوثيق عملية البحث باستخدام كاميرا فيديو. لماذا قررنا تصوير هذا الفيديو بصراحة؟ تم تصوير الفيديو لنرسله إلى شركة UIG Detectors في حال لم نجد الذهب باستخدام الجهاز، لنعلمهم أننا نستخدم الجهاز بشكل صحيح ولكننا لا نجد الذهب. وفي ختام عملية البحث في النهر كانت المفاجأة كبيرة جدا. اكتشفنا قطعة من الذهب باستخدام جهاز UIG Gold Digger، وبعدها عثرنا على كميات كبيرة من الذهب الخام.
سنوصي بشدة لجميع المنقبين في منطقتنا بشراء منتجات الشركة، كما نطمح إلى توسيع عمليات البحث في بلادنا. ولهذا سنستمر في اقتناء أي منتج جديد تصدره شركة UIG Detectors. نشكر شركة UIG Detectors وإدارتها وكافة المهندسين والعاملين فيها على دعمهم. Merci UIG.